نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان. خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان. كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء ذات الشان والقسط. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد من حلقات برنامجكم، برنامج زاد الصحة. ولعلنا بإذن الله تعالى نكمل في هذا اليوم بروتوكولات العلاج الطبيعية التي بإذن الله تعالى تخفف من حدة ومشاكل داء السكر. وللتذكير، مرضى السكر بحاجة إلى امتناع وإلى اهتمام، امتناع بالأشياء التي تعود سلباً على السكر وأداء الإنسولين، منها السكر والدقيق الأبيض، والإكثار من الحبوب أو الألياف الموجودة في الخضروات والبروتينات. إضافة إلى هذا الكلام، لابد من ممارسة الرياضة. لا يوجد عذر، الرياضة، ممارسة الرياضة، حركة العضلات أمر مرغوب، يعزز من أداء وكفاءة أعضاء الجسم كافة بما فيها الإنسولين. وقد بينا لكم أحدث الأبحاث في التمارين التي أعلن عنها مؤخراً، أو ما تعرف بتمارين ربلة الساق، التي وجد بأنها تقلل نسبة كبيرة من مستويات السكر أثناء ممارستها، بل وتقلل من تركيز الأنسولين وتقلل كذلك الدهون الضارة في جسم الإنسان بأسلوب بسيط. وقد كنا شاهدنا نموذج مبسط لهذا التمرين وعملية العمل به من في أي مكان، لا يتطلب الأمر سوى كرسي. حديثنا في هذا اليوم عن موضوع مهم جدا. هذا الأمر إذا لم يتم العمل به والأخذ به لا ينجح العلاج، سواء كان دواء أو تدخل جراحي، لابد من الاهتمام به. وهذا الأمر بشكل أساسي قائم على المريض. هذا الأمر أيها الأحبة هو القلق والهم والحالة النفسية للمريض. الكل مبتلى، الكل مبتلى، لا يوجد إنسان يعني خالي من البلاء والامتحان. البلاء أيها الأحبة من السنن الكونية، ووقوع البلاء على الناس هذا اختبار لهم من المولى سبحانه وتعالى، وتمحيصاً لذنوبهم، وتمييز للصادق من الكاذب. وقد قال المولى سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال المولى سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه سنة المولى سبحانه وتعالى في عباده. فلابد من التأقلم. البلاء وقع على من هو خير مني ومنك، وقع على خير الخلق، الرسل والأنبياء والصالحين، هم أشد ابتلاء. فما نتوقع حياة خالية من المنغصات والمشاكل في أي شيء، مشاكل في البيت، مشاكل في العمل، مشاكل في السوق، في أي شيء. فالإنسان لابد أن يتوقع هذه الأمور ويكيف نفسه. الحالة النفسية والمزاج ينعكس سلبي، لأن هناك هرمونات وهناك جهاز عصبي
يعود بالسلب ويرفع مستويات السكر. فالإنسان الذي لا يستطيع التعامل والتعايش مع هذه المنغصات وهذه الابتلاءات ويتعب نفسه بالتفكير وقلة النوم والسهر، هذا يعود بالضرر ليس فقط على الإنسولين وعلى السكر، يعود بالضرر على المعدة وعلى القلب وعلى الضغط وعلى السكتات الدماغية وعلى 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 وعلى. لكن لابد من التعامل. كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ طبعا المشايخ جزاهم الله خير قد تحدثوا بهذه الأمور كثيرا وبينوا التوكل وحسن الظن بالله وراحة القلب بذكر الله والطمأنينة. وهناك عبادة التأمل، عبادة التأمل التي من خلالها الإنسان يتخلص من هذه الأفكار. عندما يأخذ الإنسان وقت أو برهة من الزمن يتفكر في المولى سبحانه وتعالى، في خلق السماوات والأرض، في الإعجاز في خلق الإنسان، في قدرته المولى سبحانه وتعالى. فهذه الأمور تساعد من التخلص من هذه الأشياء. وحقيقة هذه الأمور لا أو القلق لا يذهب ولا يزول إلا بذكر المولى سبحانه وتعالى. فالذكر له آثار عجيبة على النفس وعلى القلب، فلا بد من الاهتمام بهذه الجزئية. ومثل ما قلنا التعامل مع المريض من كل الجوانب بما فيها الجانب النفسي يعود بالنفع. وقلنا هناك طب تلطيفي قد شمل أو قد ضم إلى جانبه رجال دين، لأنه حسب الأبحاث، والآن أنا أمامي بحث كذلك نشر مؤخرا في العام 22، بيّن بأن التداخلات بين العقل والجسم مثبت علميا. نحن نعتقد يعني، لكن وهذا كلام المولى سبحانه وتعالى، الطمأنينة النفس وراحة النفس هي يعني المنجية بإذن الله تعالى، وهذا لا غبار فيه. لكن كذلك العلماء من دول غير إسلامية يأتوا بهذه النتائج والتي نستعرضها لحضراتكم لغرض يعني تطمئن النفوس عند البعض. فهذه أحد الأبحاث تتحدث منشورة مؤخرا في العام 22 عن علاقة مباشرة بين العقل والجسم. فعندما صار التحكم بين الجانب العقلي والجانب الجسمي وقاموا بقياس السكر بطرق يعني بآلية بطرق بحثية محددة، عملوا تدخل عقلي وبراحة وعلاج عقلي، وجدوا هناك تحسن لمرضى السكر بنسبة 51%. بمعنى 51% من الأشخاص بداء السكر من النوع الثاني قد تحسنت عندهم مستوى السكر بشكل ملحوظ، وهذا بسبب اتباع الراحة النفسية والتخلص من الأرق. ماذا يصير؟ كثر الأرق والتفكير والتعلق بالدنيا الزائلة تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الكورتيزول. الكورتيزول هذا هرمون القلق، يسمى هرمون القلق، يعمل تغيرات جذرية في الجسم بما فيها ارتفاع السكر. يعني الإنسان أصلاً مصاب بالسكر ويأتي هرمون التوتر أو هرمون القلق يعمل على إنتاج، يقوم بإعطاء أوامر للكبد حتى تقوم بإفراز كميات إضافية للسكر. إضافة إلى هذا الكلام هناك هرمون آخر يسمى غريلين، وهذا يعزز أو يزيد من الشهية، فيقبل الإنسان على أكل السكريات والبساكت وهذه الأمور والتي كذلك ترفع مستويات السكر. الجهاز العصبي الودي sympathetic nervous system يتهيج أثناء القلق والتوتر، وهذا كذلك يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الجسم. قلة النوم والساعة البيولوجية التي تضطرب بسبب السهر والتفكير أثناء الليل كذلك يؤدي إلى زيادة السكر. فالحل أيها الأحبة التخلص والتعامل بهذه الأمور مع هذه المنغصات بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوكل وحسن الظن بالله عز وجل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وهذه تحية مني ومن فريق العمل في برنامج زاد الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان، خلق الغذاء فيه شفاء للورى،
طب بديل نافع الأبدان كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء إذا